وقت بيفرح؟ بين توفيق اللي عرفته واعتبرته لسنين طويلة مثل أخي وبين توفيق الموجود حالياً فرق كبير كتير. في جواتي ألاف الشكوك حواليه لتوفيق. الحقيقة ما بعرف إذا كان رح يفرح لي أو رح يروح يخبر اليونانيين عني، بس بكل الأحوال إذا الرسالة مع العقيد توفيق بيكون خطر كبير علينا. ما فيني أترك مستقبلي بين إيدين شخص مثل توفيق. لكن شو بدنا نعمل؟ رح لاقي طريقة وحكي بأسرع وقت. إذا كانت هالرسالة فعلاً معه ضروري نعرف شو ناوي يساوي. بالنسبة إلي هذا هو الأهم. وقت رح تبين نية توفيق الحقيقية، يا أما بيكون محب للوطن يا خاين. مع هيك أنا بتوقع أنه تشارلز يلي قتل يفوز، وما بظن أنه العقيد توفيق رح يعطي اسمك لليونانيين بهيك وضع. لو أنا محلك ما كنت متأكد كل هالقد يعقوب. الإنسان الضعيف بيكون عبد لشهواته، وأنا شفت هالشي ولساتني عم شوفه.